طبعا باسم الدوري المدير الفرنسي نشكر الجهود الخيره التي قامت بها كتائب غرباء الشام لتامين ماده الغاز لاهالي مدينه راس العين وبالسعر النظامي طبعا، وبالتنسيق مع جهود هؤلاء الابطال الاشاوس الذين حرروا مدينه راس العين واعادوا الحياه المدنيه الى ربوع بلدنا الحبيب. نتمنى من كل اهالي مدينه راس العين ان يعودوا الى ديارهم امنين، كون الحياة المدنية عادت إلى طبيعتها ما قبل التحرير، ونتمنى أن نكون قادرين على تأمين كافة مستلزمات الحياة المعيشية، ونحن كلنا أمل أن نكون قادرين على خدمة مواطننا العزيز الحبيب على قلوبنا. فنوجه نداء لجميع أحرار وشرفاء مدينة راس العين أن يعودوا إلى ديارهم آمنين ولا يخافوا من بطش هذا النظام المجرم الحاقد الكاره لكل مقاييس الإنسانية. وأنتم تلاحظون الآن نقوم بتوزيع مادة الغاز على الأخوة المواطنين وبالسعر النظامي المعتبر، و بإمكانكم أن تلاحظوا هذه العملية على أرض الواقع وتلتقوا مع بعض المواطنين بهذا الخصوص. أحد المواطنين كم سعر الجرة؟ سعر الجرة سعر الحقيقي 500 ليرة عم تنباع الجرة، ونتمنى أن يعني هذه المادة والمواد الأساسية أن تكون ضمن السعر المعتاد لما يعانيه مواطننا من ضغط في الأسعار، وخاصة وأن يعني قطاعات العمل متوقفة حاليا في المدينة، ويعني الله يمد بيدنا ويد كل الخيرين وعلى رأسهم الأبطال في غرباء الشام وأبطال الجيش الحر لمساعدة أهالي المدينة لعودة استقرار وطمأنينة لهذه المدينة. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. عبد القادر وحاول يحكي.